أهلا بكم. تمكنت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل والمقاومة من تحرير مواقع في جبل هيلان الاستراتيجي الذي يقع في مديرية صرواح غرب مأرب. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش شنت عملية وصفتها بالنوعية مسنودة بطيران التحالف، وتمكنت خلالها من تحرير ميمنة وميسرة وقلب الجبل وسط انهيار كامل للميليشيا. لمتابعة التطورات الميدانية ينضم معنا مراسلنا من مأرب رشاد النواري. رشاد أهلا بك، يعني ضعنا في أحدث التفاصيل في معارك أمس في مأرب، خصوصا في صرواح وهيلان. نعم، بالأمس استطاعت قوات الجيش الوطني تحرير عدد من المواقع المهمة في ميدان جبهة صرواح. استطاعت القوات أن تثبت هذه المواقع التي تطلق على سوق صرواح ولها أهمية استراتيجية في هذه الجبهة. اليوم صباح اليوم أو فجر اليوم قامت قوات الجيش الوطني بعملية خاطفة، استطاعت من خلالها تحرير ميمنة وقلب وميسرة جبهة هيلان. استطاعت أن تحرر هذه المواقع المهمة والاستراتيجية في هذه الجبهة، وألحقت خسائر كبيرة في الميليشيات الحوثية في العدة والعتاد، وكذلك أسر العديد من الميليشيات الحوثية خلال هذه المعركة. نعم، طيب بشأن الحشود القبلية رشاد وفي مأرب ومراد، كيف تعامل الجيش والسلطات المحلية مع عودة المطارح؟ نعم، المطارح التي بدأت بالعودة من جديد لتعود بعد 5 أعوام، هذه المطارح كانت لها الدور الرئيسي أو الأساسي في دحر الميليشيات الحوثية قبل 5 أعوام ودحرها إلى أماكن بعيدة. اليوم تعود من جديد بعد دعوة السلطة المحلية ووزارة الدفاع إلى استناد شعبي للجيش الوطني في معركته ضد الميليشيات الحوثية. السلطات المحلية هنا أو ولاية المحافظة تولي المشايخ والقبائل الاهتمام الكبير وكذا الدعم في استناد جبهات القتال في مختلف الجبهات. نعم، شكرا لك مراسلنا من مأرب رشاد النواري.